الامان الاكتر اللي هو العزل. والعزل زي ما قلنا بيبقى تحت المواسير مش فوق المواسير، حالة واحدة يبقى فوق المواسير. جاهز؟ طيب هيبدأ دلوقتي، بس يلا هات هنا، هيبدأ دلوقتي يفتح الشكارة. أهم حاجة الجردل أو الوعاء أو الإناء بتاعك ياخد الكمية كلها، ما ينفعش أحط في جردل نص ونص والكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه. أهم حاجة سيادتك يجي معاك خلط واحد ومزيج واحد مش أكتر من كده. طبعا ده اسمنتي بولماري معدل، ده جاي مصنع من شركة سيكا مصر علشان العزل، وفي حاجات اطلق كله. يلا بص حضرتك، بس هنقسى فلوسات الهيلتي. بس طبعا انت بتجيب الهيلتي بتاعك او المضرب بتاعك على اقل سرعة علشان يضرب معاك كويس. شيل الورقة دي، بفضل اقلب لحد ما يديني مزيج واحد وخلطة واحدة. هنشوفها مع بعض، بس ايه الصوت الهيلتي ومحدش يزهق، بياخد معاك دقيقة او نص دقيقتين تلاتة على حسب الضرب بتاعك يجي معاك بالظبط. ما نزهقش من بعض ونكمل بعض عشان هتشوف اللي جوه اخطر من اللي بره ان شاء الله. في ناس بتقلب بخشبه، وانا بقول لك ده لا 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 لا، خشبه دي انا بضحك على الزبون وامشي. لازم اضرب بالهيلتي ويديني الاتنين خلط واحد. الخشبه بتعمل كراكيع وباخد نص